Tired from what? Content creation is harder than your 9-to-5. You really don't know how much hard work goes into creating multiple videos a day. الفيديو صراحة من بين الفيديوهات اللي غير كنبغي نطلق التسجيل ونقول شنو عندي صوت. تقدر تلاحظ باللي فيه بزاف ديال الضحك وحتى حاجة من هادشي اللي غادي نقول ما سيريو ولا جدية. حيت مؤخرا حسيت براسي بحال بديت كنبعاتي شوية على الهدف ديالي من هادشي كامل، واللي هو أصلا أنني نستمتع بشنو كندير، ماشي نبقى نحس براسي بحال راني خدام ولا ما نعرف. هادشي اللي غادي نحاول ندير في هاد الفيديو هذا. فإلا كنتي حتى أنت مسالي وعندك واحد 10 دقايق في حياتك بغيتي تبدل معايا الجو فيها، مرحبا بك. وأيضا حتى إلا كنتي مهتم بمجال ديال صناعة المحتوى الكونتنت كرييشن، يقدر هذا الفيديو يعاونك وبحال غادي يوريك الطريق اولا كيفاش غادي تكون حياتك الى دخلتي لهذا المجال هذا. وقبل ما نبداو بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم في فيديوهات الاخرى، فريمون شي حاجه اسطوريه. فرقعتو التفاعل اصاحبي، بحال اللي كتقولوا لي احنا معاك يلا وريني شنو عندك. الصاد كتستريسيونا صاحبي، ويلي كان ما مولفش هذا الشيء هذا. انا معكم حتى انا هبط دابا، خلي واحد لايك واشتراك في القناه الى كنتي مازال ما شاركتيش، ويلا ندخلوا نيشان في الفيديو ديالنا اليوم. كنت كنتسارى في يوتيوب وطلع لي واحد خونا كيوصف كيفاش داير الحياه ديالو وكيفاش هو اتعس شخص في الدنيا هادي، وباللي كيعاني من الديبرسيون بسبب داكشي اللي كيدير. وشنو كيدير؟ واللي هو كيستريمي في تويتش وفي نفس الوقت كيقطع داك الستريم ديالو على شكل فيديوهات وكيلوحو في يوتيوب ولا ما عرفتش فين كيلوحو. يعني نقدروا نقولوا ستريمر وكونتنت كرييتر في نفس الوقت. سو هادشي كله مزيان ياك، وانك تكون يوتيوبر كنظن هذه هي الخدمه ديال الاحلام اللي كيحلم بها اي واحد الا هاد خونا هذا. بحيث كيقول باللي ستريمين هو في الحقيقه اصعب خدمه في العالم، وصعب حتى من الخدمه العاديه اللي كتخدمها من 9 الصباح ل 6 العشيه، وكميه الفيديوهات اللي دايره غير على هذا الموضوع بوحدو راه ما يمكنش. نقدر نقول لك التيك توك ديالو كامل عامر غير بكيفاش كيشرح باللي حياته هي اصعب حياه في العالم هذا، باللي هو اتعس شخص حيتاش كيستريمي. Tired from what? Content creation is harder than your 9 to 5. You really don't know how much hard work goes into creating multiple videos a day. Being constantly creative with new video ideas, trying to make footage look good, getting new shots, taking many, many takes over and over, it can get to be a lot. So yeah, I'm tired. اوه ريلي؟ سو كيف ما كتشوف كيقول باللي الخدمه ككونتنت كرييتر هي صعب من ديك الخدمه العاديه ديال الشركات اللي كتخدم فيها 8 ديال السوايع. ويقدروا بزاف ديال اليوتيوبرز يوهموكم هذا الشيء هذا، وباللي هذه الخدمه هذه كتجيب لك اكتئاب ومتعبه وعندكم تدخلوا ليها. ولكن نبغي نقول لكم باللي هذا الشيء كامل از بولشيت. اورايت، هذا الشخص بما انه قال هذه الهضره نقدر نضمن لكم 100% انه ما عمره خدم شي خدمه عاديه اصلا باش يعرف الفرق بيناتهم. انا الصاد كنت خدام ماشي 8 ديال السوايع ولكن شي 10 ولا 12 ساعة في النهار، ومن 8 الصباح حتى ل 10 ديال الليل وانت طالع، والنهار ديال العطلة الوحيد اللي عندك واللي هو الجمعة في العشية. ماشي حتى الجمعة كاملة. او ماي جاد، مقابل ما نقدرش نقول لكم شحال كنت كنخلص في السيمانة، حيتاش ما نقدرش نقول هذا المبلغ هذا. اورايت، فريمون مبلغ قليل صاحبي، يعني إلا قلتها فري كنحس براسي حمار، فهمتي؟ سو نو ما غاديش نقول لكم شحال كنت كنخلص في السيمانة. سو البوينت اللي باغي نوصل ليها والخلاصة ديال هادشي كامل وشنو بغيت نقول لك، أن هاد الخدمة اللي عندي دابا أحسن بك كثير من اي خدمه خدمتها في حياتي كامله، وغادي تكون احسن من اي خدمه غادي نخدمها في المستقبل. يا انا متاكد منها. ميبي كيف ما قال هو، الا كنت كتقد بزاف ديال الفيديوهات في النهار تقدر تكون متعبه ديال بصح، ولكن الصاد هذا راه كيقد فيديوهات تيك توك وغير فيديو واحد في النهار والفيديو فيه 10 ثواني. وات داف، انا فاش كنت بديت في هذا الشيء ديال السوشيال ميديا كنت بديت في تيك توك هو الاول، فهمتي؟ وكنت كنصايب 3 ديال التيك توكس في النهار لمده شهور وانا خدام هكا، وما عمري فكرت اني ندير فيديو اليوم بقى نبكي على الناس شوفوا حياتي كيفاش شحال هي صعيبه، وخا صراحه ما كانت صعيبه لديك الحد حيت الفيديوهات كيكونوا قصارين، فهمتي؟ ودابا انا كنشوف كيفاش غندير الفيديو كل نهار في يوتيوب بالنسبه لرمضان وما عارفش كيفاش ندير، وهذا كيصايب تيك توكس وكيعيا، وماشي كيخصو يفكر في شي كونتنت ولا شي فكره، واللي هي اصلا اصعب حاجه وهي اللي كنظن الحاجه اللي مخلياك انت دابا ما باديش يوتيوب. لا، دوك اللقطات من الستريم ديالو اللي اصلا ستريمها غير شي 4 المرات حياته كامله، دوك اللقطات نيت كيقطعهم وكيقادهم تيك توكس صافي. حاجه اخرى اللي بغيت نوضحها، انه الا كنتي كتوقع غادي تكون حياتك هكا الا بديتي الكونتنت كرييشن راك غلط بزاف الصاد. هادشي الا جينا نشوفوا الروتين ديالي انايا، اولا نقدر نقول الروتين ديال اي كونتنت كرييتور مغربي، غادي يقول لك بلي اول حاجه كيخصنا وقت طويل باش نلقاو الفكره. حرفيا كتجلس عشيه كامله شي بعد مرات نهار كامل وكتختار في الافكار وشنو اللي غادي يعجب الناس وشنو اللي لا، شنو اللي فيه ما يتقال وشنو اللي لا الى اخره. ثانيا كيخصك تكتب شنو غادي تقول. ثالثا كيخصك تسجل. رابعا المهم ما بقاش
حسبانايا، موراها كيخصك تقطع الصوت ديالك وتقادو باش يولي حسن ان بنادم يسمعو، موراها كتمونطي وكتلوح الفيديو وكتقاد العنوان مزيان والصوره المصغره مزيان، الا شفتي ديك التصويره ما خدماتش كترجع تحيدها وتقاد وحده اخرى وتلوح في السوشيال ميديا ديالك كامله وطاقي ستوريات اللي طاقاوك وتقرا الكومونتيرات ديالك كاملين باش عرف الناس شنو يعجبهم وشنو اللي لا. وهادشي كامل اللي قلت لك وهاد البروسيس كامله هادشي ماشي كديرو مره وحده وصافي وكتهنى، لا هادشي كديرو ديما، يعني حياتك كامله كتولي بحال هكا كيولي اللايف ستايل ديالك. صوره ماشي كتنوض في الصباح كدير سامبولشيت وكترجع تنعس ترتاح مع راسك، لا هادشي ما كيخدمش بحال هكا. انا ما كنقولش هادشي صعيب، اه يقدر يكون صعيب وشي مرات تتضغط، ولكن راه لا علاقه بالصعوبه ديال الخدامي العاديين ويكون شي واحد واقف عليك على راسك كيقول لك اه خدم. لا هنا بغيتي تخدم هي ما بغيتيش لهلا فين تخدم، ولكن راك غادي تجيبها غير في راسك في الاخر، فهمتي؟ يعني ماشي شي واحد اللي غادي يجي وغيجري عليك من الخدمه. حاجه اخرى واللي بغيت نذكرها واللي هي هاد الخدمه كنظن هي اكثر خدمه في العالم، اللي شحال ما خدمتي شحال ما كتخلص، يعني شحال ما المجهود اللي حطيتي شحال ما كتكافئ على داك المجهود بنفس المقابل الفلوس، فهمتوني؟ يعني بغيتي تزيد السالير ديالك هادشي كتحكم فيه انت، يعني غادي تخدم اكثر، وطبعا الا ما خدمتيش راه ما غادي تخلص والو. In the life of a full-time content creator, after my normal morning routine, I meet up with my friend and we go to the store. I've been out of Oreo cookies for a few days now, but sometimes that's just how the cookie crumbles. Once we got done there, we got some lunch. A burger is always a go-to since it's quick and it keeps you on the move. After lunch, we found a movie to go see since the theater was pretty close, but man, was that movie bad. It was getting pretty late and I was already pretty tired, so I got home and went to sleep. المشكله اللي عندي مع هذا المحتوى ديال داي ان لايف كتلقى مثلا شي واحد كيوريك حياته كيفاش دايره هو خدام في جوجل، ولا مثلا شي واحد حياته كيفاش دايره هو ديزاينر، واللي كيمرضني في هذا الشيء كامل واللي هو الفيديو كامل كيوريك غير الماكله اللي كياكل وفين كيمشي وشنو كيشري، وكيبدا غير كيعيق عليك بك اللايف ستايل اللي اصلا كتلقاها مزيفه دايره فقط من اجل داك الفيديو هذاك. انا براسي اللي جيت نوريكم شي داي ان لايف راه غادي نبين شي حوايج اللي اصلا ما تنديرهمش، فهمتي؟ وحرفيا كيخليو حتى ديك الثانيه الاخرى وكيوريك واحد اللقطه فين كي فيها وكيسالي الفيديو صافي ذات سيت. ولكن الأسوأ من هذا النوع هو اللي ما كيوريكش اصلا الخدمه اللي كيدير، بحال خونا هذا حيت في الاول قال يوم في حياه ديال منشئ محتوى، ولكن حرفيا النهار كامل ما فيه حتى شي حاجه عندها علاقه بانشاء المحتوى. وصبر بلاتي وشنو كتحسن اصلا يا صاحبي برو؟ ولكن ساينو كنظنها هو غادي يجاوبنا دابا. I get this under nearly every video I make. Just because I like my face clean shaven doesn't mean I'm shaving nothing. I've grown this beard out for about a month to make this video, and this is probably the last time you'll ever see it. But the point is, think before you type, because you never know when someone can let the beast out. صاد خدا ليه شهر كامل باش يكبر هاد الوسخ هاد على وجهه فقط باش يدير فيديو يقول لينا بلي راه عندي الحياة. ما عرفتش علاش كنحس بلي هذا مجرد فلتر وصافي، حيتاش بصح ما راكباش عليه، فهمتي؟ وجهه اوكي نبدا نتنمر غادي نشد فاك اب، ولكن اللي غادي يسالي معايا واللي هي ديك العباره الاخرى اللي قال خاصك تفكر في شنو كتقول، حيتاش بنادم يقدر يطلق الاسد اللي كاين في الداخل ديالو، ولكن انا متاكد بلي الاسد اللي كاين في الداخل ديال خونا هذا هو هذا. ولكن هاد خونا ما غاديش يوقف هنا، وحتى انا ما بغيتوش يوقف صراحه حيتاش دايم كاين بزاف ما يتقال عليه. Bro doesn't leave his house. Having lots of friends and going out too much can be a really big distraction. I keep my circle really small. Of course, going out with friends is really nice and all, but all of my best friends have common interests with me, so it's a really good environment for productivity. People call my life sad or depressing, but I like how I live. It makes me happy, so I don't see why there's anything wrong with that. فهادي دابا مشكل. انا صراحه غادي يبقاو فيا غير الناس اللي متبعينو كيتانفلونساو منو كيديروا بحال هادشي اللي كيدير، حيت فريمون غادي يدمروا حياتهم بيديهم. بالنسبه لي ما كاينش شي حاجه سميتها صداقه في الانترنيت، اورايت؟ صاحبك هو صاحبك اللي كتلاقاه وكتخرجوا بجوج وكتوقف عليه وكيوقف عليك، ذات سيت. اما تقول لي الاونلاين غادي نقول لك ذيس از بولشيت. يا ميبي يقدر يكون عندك صحاب مثلا غير كتلعبوا مع بعضياتكم سام جيمز اونلاين وكتجمعوا في الديسكورد، ولكن هادو فقط صحاب سطحيين ولي المتعه وصافي، فهمتي؟ يعني كتلعبوا مع بعضياتكم، ما كاينش شي واحد اللي حقيقي اللي تقدر تعتمد عليه. فاصات ما تسمعش لهاد خونا هذا، وخاصك تهتم بالسوشيال لايف ديالك، خرج لبرا دير صحاب جمع عليك الناس اللي غادي تحتاجهم في المستقبل. حيت دابا تقدر تقول ما غاديش نحتاجهم، ولكن راه في المستقبل راه كل واحد من دوك صحابك راه غادي يولي شي حاجه، هل اللي غادي يولي طبيب، هل اللي غادي يولي محامي، هل اللي غيولي ما نعرف شنو، فهمتي؟ يعني في الاخر راه غادي تحتاجهم في حياتك. وهكا كيفاش غادي دير المعارف في حياتك؟ حيت الصراحه في المغرب راه تبيونس ويديو خاصك ضروري المعارف. جاو شي متابعين سولوا وقالوا ليه كيا قول لنا شنو الحوايج اللي ما تقدرش تعيش بلا بهم، وباي ذا واي سميتو كيا في تيك توك. عرفت الصراحه كاع اللي كيكونوا ريتارتد بحال هكا كيديروا شي سميات بحال هادو، ولكن اني واي اشنو قال لهم؟ In my gaming setup I can't live without.
Here's my G Fuel collection. I'm usually pretty tired throughout my day, so I drink some caffeine to get me through it. I've probably spent over $1,000 on it. What? Wait, كتر من $1,000 على energy drinks? Bro, كيفاش هذا مخليني يكون influencer? What the f- أنا بعد غسلت يدي عليه فاش عرفتو غير كيفيق كيخصو الطاقة. أنا صراحة صافي استسلمت أنا. But it's a good investment because it makes me feel a lot better. And I honestly hate the taste of water, so drinking G Fuel. ما كيعجبك المذاق؟ ما كيعجبكش المذاق ديال الماء؟ What? كيفاش ما غاديش يعجبك المذاق ديال الماء؟ والماء أصلا ما عندوش مذاق. Yo, أنا بديت كنشك في راسي دابا. واش كتذوقوا الماء نتوما؟ اوكي كنظن صافي غادي نحبس هنايا صراحه حيت دوك جوج خلايا اللي بقاو لي في عقلي سهل الكوب بسبب هاد خونا هذا. غادي نحاول نمشي ونشري ريد بول باش نولي كونتنت كرييتور ناجح حتى انايا يو نو. انا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هاد الفيديو هذا. نتمنى يكون نفعك بشي حاجه. ولو وصلتي حتى لهنا خلي واحد لايك واشتراك في القناه راه فابور وتقدر تحيدها فما بغيتي. وايضا قول لي كيفاش داير المذاق ديال الماء في التعليقات. فريمون بغيت نعرف هاد المعلومه هادي. سينو الفيديو الجاي غادي تكون شي حاجه هاربه وهنا غادي نتوالى عشان نولي نقول لكم وين وصلنا النهايه. كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس الخوت.